فيكي اتفضلي. انا الله يخليكي، انا جوزي ماله؟ جوزي ميت بقاله سنة، الله يرحمه. الله يرحمه. حلمت ان هو جاي على بيت زي بيت قديم كده، اوكي، وماسك في ايده حتة لحمة زي الطفل ما بيكون لسه ايه نازل من بطن امه. فبقول له ايه ده، ايه اللحمه دي عامله كده ليه شكلها بمسلقه كده ليه؟ قال لي بس خدي اديها لياسمين، ياسمين دي بنتي. ياسمين دي متجوزه ولا ايه؟ متجوزه وحامل ولا حاجه؟ لا لا لسه، ربنا ما صعب شويه عليها. طيب وخدتها ياسمين؟ أستاذة فريدة، ممكن بس نعم. حضرتك تثبتي في المكان عشان الشبكة صوتك بيقطع. كده وقت التلفزيون. حاولي كده كويس. كده كويس، اتفضلي. اوكي، خدت حتة اللحمة منه اديتيها لياسمين. ودايما احلم يا استاذه فريده، وطي التلفزيون بعد اذنك، اسمعينا بالتليفون. التلفزيون موطي خالص. طيب اتفضلي. طيب خلاص، بس اعرف تفسير. ودايما احلى بلمة وغزيطة وناس خارجه وناس داخله وحاجات. طيب ماشي، يا صوفيا هترد على حضرتك دلوقتي. شكرا ليكي. بصي، مبدئيا طبعا زوجها رحمه الله عليه لما بيقدم لها اللحمه دي، معنى كده ان هيحصل سقط للبنت، لانها بتقول شكل البيبي حته لحمه، فهو سقط. يعني لازم تتابع طبيب عشان يعني ما يحصلهاش ده من الرؤيه التحذيريه. أيوة. خدت بالك؟ وبعدين حته انها بتشوف في مشاكل وفي البيت كتير، البيت اللي لم يقرا فيه القران او ما فيهوش صلاه بصفه دايمه بيبقى في مشاكل كتير، اكثر مشاكل واكثر يعني ايه نزاعات. فحاولي حتى لو العيال مثلا ما بيصلوش، إيه انت غيري مكان صلاتك مره النهارده، في مره ممكن تصلي في المطبخ. كله وزعي صلواتك على كل اركان بيتك. حلو. زي انت اي مكان تروحيه افردي المصليه وصلي، ده بيشهد لك يوم القيامه. فعشان كده بقول لها يعني. طيب خير ان شاء الله. معانا استاذه هند على التليفون. الو أستاذة هند. ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة أسأل. ألو، السلام عليكم. أهلا أهلا، ازيك يا هند؟ ألو. إحنا سامعينك. سامعينك يا هند، اتكلمي على طول يا هند. على حلو، اتكلمي على طول. طيب أنا حلمت إن كان في عندي قطتين في البيت، أنا مطلقة بقالي شهرين. حلمت إن كان في عندي قطتين في البيت، وكان في حلة فيها ورق عنب، حاجات بسيطة كده من تحت. عندك ولاد؟ القطة جت تقرب من الحلة وقمت أنا زقيتها. عندك ولاد؟ عندي أربع ولاد. أربع ولاد. طيب ولد وثلاث بنات. ولد وثلاث بنات. طيب انت الخلاف بقى على واحدة ست بقى مع جوزك ولا حاجة؟ لا، على اخواته وثلاث بنات. بصي يا ستي، بس خلي بالك برضو الرؤية بتاعتك مفسرة أكتر، إن في حد في قطة. قطة امرأة. بتحاول تاخد من الحلة، ده رزقهم. اللي هو الزوج. فهي ممكن تكون متعدية برضو، ممكن تكون قطة يعني مش مراته برضو، أخته أو أيا كان. ما هي بتقول إن هي اتطلقت بسبب ثلاث. ما أنا بقول لك، هي قطة اللي جابتها. هي واحدة اللي أكثر غدرة. لا، شافت قطتين. قطتين؟ هما الاثنين اكثر غدرا بقى. فانت هشتيها. انا اتوقع ان انتوا هترجعوا لبعض باذن الله، طالما هي هشتها يعني حاجت على حاجتها. يعني كده، فحت ان شاء الله في رجوع. صار طول حق انا من شهرين. ان شاء الله باذن الله ترجعوا لبعض، وربنا يهدي النفوس يا رب.